صار لازم نرتاح شوي. نعم يا ست. لما بيرجع نادر خبرني فورا. حاضر. هالدير بعيد كتير؟ روحة رجع حوالي 6 ساعات. رح تبقى معه 6 ساعات؟ عفوا يا ست. ولا شي، لما بيرجع خبرني. حاضر. الخبيثة. مي؟ شكرا. صحة. الدير بعده بعيد؟ بعد عنا مسافة ساعة. إذا ما قبلوا يعطونا الديناميت، مشروع الساقي رح يكون مشروع فاشل. إذا عندهم أكيد بيعطونا. متأكدة؟ طبعا متأكدة، كلهم بحبوني وبعزوني هونيك، كنت أخدهم معهم بالحقلة. كنت أنكش وشتل وسمد الأرض وأقطف ووضب وأسقي. هذا كله كنت تعمليه؟ وأكتر، كنت أقطف العنب وأعصر وخلل. وكان عندك وقت لهالشغل كله؟ بالصيف، ما في مدارس. الصيف راحة للطلاب. أنا كنت لقي راحتي بالحقلة. شباب وبنات الضيعة بيعملوا سوا رحلات ومشاوير. اللي ما عندها أم وبي ما عندها أصحاب. صديق؟ ولا صديق. حبيب؟ ولا حبيب. بنت متعلمة وحلوة وذكية، ما ناقصها شي حتى يكون عندها معجبين. ناقصني اسم عيلة، ناقصني أهل. الواحد ما لازم يقول أصلي وفصلي، المهم أدبه وأخلاقه وثقافته وأعماله. ما كأنك باشا يا باشا. بعتذر. اعتذارك مقبول. سبق وقلتلك الباشا إنسان، والبشوات مثلهم مثل كل الناس، في منهم المنيح وفي منهم القبيح. ما عندي فكرة، هاي أول مرة بفتح هيك حديث مع باشا. وهيدي أول مرة بفتح هيك حديث مع بنت صاحبة عقل ومنطق وحكمة. خجلتني، يمكن ما بستاهل كل اللي عم تقوله. هيدا رأيي، قلته بكل صدق ومن دون مجاملة. الكلام الصادق عن الصفات الحلوة ما بتخجل. صار لازم نمشي قبل ما يسبقنا الوقت.